مجالات العمل الاجتماعي. تبارك الله لكم في عيدكم ودامت مسراتكم وتقبل الله طاعتكم وزادكم إحسانا وتوفيقا. لا يحملون هموما ولا يتطلعون لمستقبل ولا يشعرون بمسؤولية، وهذا مؤشر خطير جدا. اللهم اشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، وسلط عليه من لا يرحمه، واجعل تدميره في تدبيره. هذا يوم عيد أكرم الله به الأمة الإسلامية، وطبعا العيد في المغرب له مظهر ربما يفوق مظاهر العيد في مناطق أخرى من بلاد المسلمين. اهتمام الأمة الإسلامية على العموم، واهتمام الأمة المغربية على الخصوص بمناسباتها وذكرياتها الدينية مثل عيد الأضحى وعيد الفطر وغيرهما من المناسبات سواء الدينية أو الوطنية منها، فالمغاربة والحمد لله يعني متكاتفون، يعني يعيشون وحدة متكاملة، يعيشون يعني صلات لأرحامهم لأقاربهم لجيرانهم، تجمعهم يعني كلمة الإسلام في هذا البلد، وتجمعهم أيضا إمارة المؤمنين التي تحكمهم والتي تنظم حياتهم الدينية منها والوطنية. فنسأل الله عز وجل أن تكون هذه المناسبة وأن يكون هذا العيد المبارك أن يعود على هذه الأمة بكل خير، وأن يحفظ لها دينها وإيمانها وصحتها وعافيتها، وأن يبارك لها في إمامها وقائدها جلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظه في الدين والإيمان والصحة والعافية والأهل.